بداية أحب أن أوضح نقطة هامة بالنسبة لمن سرب هذا الخبر أو أشاع هذا الخبر. هو موقع أمريكي، هذا الموقع أو هنالك عدة مواقع حقيقة تبث من الولايات المتحدة الأمريكية تتبع لبعض الدول، يمكن شراء هذه المواقع بالأموال. فنتوقع أن دولة كالإمارات ربما تمتلك هذا الموقع أو تمول هذا الموقع لكي تبث عبره، وعدة مواقع أخرى وكذلك بعض الدول العربية حقيقة، حتى السعودية لديها بعض المواقع الإخبارية لتبث أو تبث من عبرها بعض الأخبار التي تراها تصب في مصلحتها وأبعادها الاستراتيجية. هذه نقطة. أما سنضع فرضية ما ذكره الموقع طبعا، وحتى لو كان هنالك يعني طرح إيطالي بعد أن استجدى أسير حسن جاموس بأن يتقلد منصب القائد الأعلى أو يتم إعطائه منصب القائد الأعلى طبعا، وخاصة أنه بعد ما قاد حملة كبيرة جدا في تشويه إيطاليا أن دولة فاشستية واستعمارية وغيره، وكذلك الناطق باسم عملية الكرامة المسماري أيضا كان يشن حملة كبيرة جدا على إيطاليا، ورأينا كيف هو قائد عملية الكرامة في صقلية يستجدي الطليان بأن ينصبوا منصب القائد الأعلى أو يعطوه هذه الصلاحيات. خلاصة الأمر، إيطاليا طبعا يعلم جيدا خليفة حفتر أن هي تمتلك الملف الأمني، وهذا بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر اللاعب الرئيسي على مستوى أفريقيا أو تحديدا في ليبيا. إيطاليا الآن هي من تتحرك في الملف الأمني. هنالك لديك يعني سيد عادل تقول أن هذا الأمر هو كما ذكرت إشاعة ومجرد بالونة اختبار من مقربين من حفتر. هي بالتأكيد هي مجرد يعني نقول يعني إثارة حفيظة الطرف الآخر، تسويق لشيء وهمي. أنا سأعطيك معطيات ثم سأعرج على ما بدأته في البداية. نعم. معطيات بداية، لا قدر الله أن السيد السراج يعني خرج عن السياق وحاول أن يخطو مثل هذه الخطوة، أتصور سينهار في عدة ساعات، لن يكون له وجود لا هو ولا المجلس الرئاسي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن لا نتحدث عن قوة واحدة في المنطقة الغربية، نحن نتحدث عن عدة قوى متجمعة في كتلة واحدة ترفض رفضا قاطع وقالت كلمتها عدة مرات ولا زالت على موقفها في عدم تقلد خليفة حفتر زمام المشهد العسكري على مستوى ليبيا. ربما في المنطقة الشرقية نظرا أن لديه أتباع أو مواليون فهذا شأنهم. نقطة أخرى، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب المواليين لقائد عملية الكرامة لا يستطيعون الدخول طرابلس، يشعرون بعدم الأمان وإن مجرد حضورهم إلى طرابلس فما سيسبب لهم يعني خلل أمني في تواجدهم، فما بالك بخليفة حفتر الذي يعتبر ارتكب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، انقلب على الشرعية، رجل قاد تمرد عسكري، تسبب في قتل أبناء ليبيا، قتل الليبيين في 2014 في معركة عسكرية طاحنة أطاحت بذراعي العسكري في المنطقة الغربية، ولا زالت هذه القوة التي أطاحت بذراعي العسكري في المنطقة الغربية لا زالت موجودة، لا زالت بقوتها، لا زالت بعتادها، لا زالت بإمكانياتها وقدراتها، على العكس هي في تطور وإن غير معلن، يعني أعتبره غير معلن هذا التطور. هذه نقطة. النقطة الأخرى، خليفة حفتر لا يستطيع النزول إلى شوارع بنغازي لعدم شعوره وإحساسه بالأمان، فما بالك يعني يتخيل نفسه أنه سيأتي إلى طرابلس ويدخل إلى طرابلس. طبعا البروباغندا الإعلامية التي تعودناها، تسويق جيش وشرطة عبر القنوات الإعلامية للدول الإقليمية لداعمة لعملية الكرامة، وكذلك قناة الحدث التابعة لابن صاحب الجيش
هذه حقيقة يعني نقول الإعلام يا أخواننا للمرة المليون، الإعلام لا يبني جيوش، لا يوجد لدى خليفة حفتر جيش، حتى تسويقه بخصوص أن لديه أتباع في المنطقة الغربية، نعم أنا أقول لديه بعض الأتباع، ولكن هؤلاء حقيقة سجلوا أسمائهم مع قيادة الرجمة لهدف واحد، الحصول على 4000 دينار. الآن المرتبات في الحسابات العسكرية تعدلت بعد مجهودات. لكن سيد عادل يعني هذا الكلام هو كان نفسه عند دخول المجلس الرئاسي والسراج إلى طرابلس، كانت هنالك معارضة من القوى الموجودة على الأرض، لكنه دخل وأصبح أمر واقع اليوم. يعني ما الذي يمنع أن يتكرر هذا الأمر مع خليفة حفتر؟ نعم هنالك اختلاف كبير جدا سيدي. بداية دعنا نتذكر أن حوار الصخيرات كانت فيه عدة شخصيات من المؤتمر الوطني والتي أصبحت الآن تحت اسم آخر المجلس الأعلى للدولة. هذه الشخصيات كانت هنالك منها جزئين يعملون على مسارين، مسار يعمل مع محاولة ترسيخ الاتفاق السياسي، ومسار مجموعة أخرى هنا تحاول أن تفشل مجهودات المؤتمر الوطني وتحقق لها ذلك. هذه المجموعات لديها قوة عسكرية تتبعها، هذه المجموعات على رأس الهرم الذي يريده خليفة حفتر. أنا كلامي واضح وسبق أن أعلنت عن هذا الكلام عدة مرات، هي على رأس الهرم الذي يريده خليفة حفتر نظرا للعداء المتأصل والمتجذر لخليفة حفتر ضد هذه المجموعة. عموما هذه المجموعة إن استطاعت أن تعيد الكرة مرة أخرى وتمهيد الطريق لزيارة مفاجأة لخليفة حفتر إلى طرابلس وتحت حماية تشكيلاتها المسلحة التابعة لها وهي معروفة عموما وكيف طريقة عملهم، افترضنا هذه الجدلية أتصور سيكون هنالك اشتعال للمنطقة الغربية، هناك كتلة عسكرية تستطيع إيقاف هذا العبث بمنتهى الوضوح. لذلك نحن لا نريد العبث ومزيد العبث، لأن فيه حاجة يعني عندما نتحدث عن 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 يعني حوارات أو مناكفات سياسية وطرفين خصام في المؤتمر الوطني انقسموا على بعض وطرف دعم الاتفاق السياسي نظرا ان هنالك ضغوطات دوليه ومجتمع دولي داعم وانه سيحاول ان يصلح وان يحدث اصلاحات، فكانت هنالك امل وطموح لهذه الاطراف السياسيه. لكن خليفه حفتر او تمهيد دخول خليفه حفتر بعد بحيره الدم التي حدثت في ليبيا وقاد حملته ضد هذه المجموعات ويريدها على رأس الهرم، أتصور أن هذه المجموعات لن تتورط. وأنا من خلال متابعتي الدقيقة أقول منتهى الثقة متابعتي الدقيقة لبعض هذه المجموعات أراها هي على العكس، هي تعمل ضد أي مشروع لتواجد خليفة حفتر وإن كان غير معلن، ولذلك السيد سراج لن يستطيع أن يتورط.